محمد صلاح يستعرض لياقته البدنية داخل الجيم. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، وزي ما عودتونا عودناكم ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وكمان نوحد الله، ولو مش مشترك يا ريت تشرفنا بالاشتراك وفعل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. شارك محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر صور جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهر محمد صلاح في الصور مستعرضا لياقته البدنية من الجيم ما نال استحسان واعجاب متابعيه، وحقق منتخب مصر الوطني الفوز للفراعنة على منتخب بلجيكا بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي سبقت انطلاق منافسات بطولة كأس العالم، ونجح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في صناعة الهدف الثاني لمنتخب مصر الوطني الذي احرزه محمود حسن تريزيجيه في شباك تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا. اخي الكريم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وامنه.